السلام عليكم البنات واش راكم واش احوالكم ان شاء الله يا رب العالمين تكونوا كامل بخير ومهنيين وفي صحه جيده اليوم راح نديرو مع بعض مطلوع كاين لي يعطلو خبز الطاجين كاين لي يعطلو الخمير المهم بما انو رمضان راه على الأب على الابواب نقول ان الخبز اللي طاب في الدار هو شبح تاع الميدة رمضانية يعني ما كاش كيما الخبز اللي نطيبوه في الدار المهم البنات راح اليوم نعطيلكم مقادير مضبوطة معناتها ما عندكش بيترا ما عندكش حتى تاويل راح تتحصلي على مطروع ولا خبز الطاجين خفيف اون يعني غير بالفرينة استغلو معايا مليح وراح فكرة جهنمية لعلى بالي كامل ما تعرفوهاش باش نحمروا الأطراف يعني هذا التدبيرات عطاتها مشتركة عالجية آه نقول لك يعطيك صحة عجبتني بزاف هذه الفكرة عمدينا اعطيكم صحة عالجية ثاعد فيه مليح ملح ضاير الله يبارك ما شاء الله اعطيكم الصحة أو بالأحرى ولا أي واحد برتاجيها في اليوتيوب يعني تقدروا تقولوا أول مرة في اليوتيوب كما راكم تشوفوا هنايا عندي زوج زوج كيلات تاع الفرينه اه تاع سميد عفوا السميد اه متوسطو سميد, متوسط سميد رقيق وكيله تاع الفرينه عندي مغرفه تاع خميره الخبز مغرفه تاع السكر ومغرفه صغيره تاع الملح ومغرفه تاع السانوج خلطتهم مليح يعني بالنسبة للسميد من الأحسن من الأحسن ديرو سميد متوسط وسميد رقيق لو كان ديروها بسميد رقيق وحدو جيكم معجن يعني ديرو كيلة تاع سميد متوسط زيدو كيلة تاع سميد رقيق وكيلة تاع الفارينة فوالا نبلو العجينة ديالي بالماء الدافئ نحاول أني ندخل هذاك الماء مليح فوالا في هذه المرحلة واش نديرو آه ما نقعدش نعجن فيها باش ما ما تغبنيش نخليها ترتاح واحد النص ساعة نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها آه على بالكم هذا الحب الحبه هذيك الحبة تاع الخميرة كي تخمر راح تخلي العجينة ديالكم طرية من بعد تجينا آه سهلة العجين فوالا هنا بعد ما ارتاحت العجينه نبداو نعجنوها بهذه الطريقه يعني نوسع برك خطانا شويه يعني اللي عندها العجان ينقص ويهني واللي ما عندهاش معليش انا عندي العجان ولكن خدمتها لكم باليد ماشي كامل الناس عندها العجان يعني النتيجه كيف كيف برك بالعجان راح تسرعوا العمليه وينقص عليكم التعب فوالا نعجن العجينه ديالي مره على مره نزيدوا لها الماء حتى تشوفوها ولات طريه فوالا يعني الكونتاكت مع العجينه صدقوني يمد واحد الطاقه فوالا نزيد الماء ونعجن ودائما ننصح المبتدئات يبداو بكميات قليله وبالممارسه راح ينجحوا فيها بحول الله فوالا انا هذه الكميه قسمتها على زوج يعني درت قسم مطلوع وقسم درت حبيب حبيبه تاع الخفاف للقهوه العشيه يعني صراحه هذا السميد بزاف هايل سواء المطلوع او الخفاف قلت لكم الاسم تاع السميد بغلية هنا قسم تاع المطلوع نحيته باش يخمر ويتضاعف الحجم ديالو وقسم تاع تاع الخفاف نزيدلو الماء يعني يكون طري على المطلوع كيما راكم تشوفوا راح نشارك معكم هنا لاشا ديالي اللي عباره عن كرايه تاع الرز واللحم والسلق بزاف هايلين يعني عملتهم كي شغل طاجين عندي هنا الجناحتين تاع الدجاج درت شويه تاع الزيت في المرميطه ودرت حبه بصل كبيره مقطعه الى قطع صغيره وحبه طوماطيش وقليتهم حط بلتهم بالتوابل درت المعدنوس ودرت الملح الكمون القزبر آه القزبر تابل الدجاج شويه تاع راس الحانوت شوية فلفل عكري راح نخليهم يتقلاو مليح وفي الاخر نزيد عليهم شويه طوماطيش مصبره وكميه هكا تاع الحميصه ونمرق بالمسخن ونقص لنا نخليها تطيب على غرضه هنا عندي كميه من الرز غليته في الماء والملح وشويه تاع الزيت يعني لازم الرز ديالكم يطيب مليح باش تتماسك هذوك الكورايات نزيد المعدنوس الطوماطيش البصل الثوم نزيد كمية من اللحم المفروم وزوج البطاط تاع السرق بعد ما في المقله يعني ذابت برك وعلى درت التوابل درت فلفل كحل كمون قزبر تابل الدجاج آه وراس الحانوت والملح يعني نفس التوابل اللي درناهم في في المرقه نزيد حبه تاع البيض باش تشد لي هذاك الكرايات أه ما يتحلوش في المقله ونزيد حوالي ربع مغارف تاع لا ونخلط كامل المكونات كما راكم تشوفوا فوالا نزيد هنا حوالي ربع مغارف تاع لا هنا العجينه ديالي خمرت صاله بي راكم كيف كيفاش تضاعف الحجم ديالها الله يبارك انا هنا راح نقرصها الى كرايات متوسطين يكونوا متساويين يعني لاباط كي آه كي خمرت تقدروا تحكموا فيها ما تلصقش نجيبوا قطره تاع الزيت ندهنوا يديا نفرشها آه على قطعه قماش وراح نخليهم يرتاحوا حوالي خمس دقائق باش باش نحلهم بسهوله لازم تخليهم يرتاحوا شويه هذوك الكوريات فوالا voilà. هنا نحلهم يعني المطرا كاين اللي يحبوه طالع وكاين اللي يحبوه هابط انا انا نحب المطرا ديالي يكون هابط المهم يجي خفيف ما يجيش آه آه ما يجيش يعني مصبط نحاول روحي بشويه تاع تاع دقيق او سميد ما تكثروش السميد يعني على القماش باش ما, ما يتحرقش في الطاجين ويولوا دخاخ طالعين يعني نعطي لهم الوقت فقط للاختمار بيان سور للمبتدئات دائما نقمم عليكم دائما الخبيزات ديالكم ما تكبروهمش دائما تخدموهم صغار باش ترفدوهم بسهوله وهنا راح نكور الكوريات تاع الرز والسلق وال كورهم الى كرايات بالاستعانه بالزيت طبعا بس باش ما يتلصقوش فالان دهنيه ديال بالزيت ونكورهم بهذا الشكل ورح نقليهم في الزيت وهاديك المرقة ديالي طابت راهي خاثرة وجات بزاف بنينة راح نطفي لها فعلا بعد ما حمرتهم جا لونهم بزاف شباب نحيهم على الورق بهذا الشكل وهنا بعد ما خمر المطرو ديالي سخنت الطاجين والنار تكون متوسطه يعني حتى مرحله الطهي مهمه اذا نقصتوا النار بزاف راح تجيكم يابسه بزاف اخوات اللي يقولوا علاش المطرو يجيني يابس يعني باين بلي تنقصي النار و يا لو كنت تقويو مليح راح تنحرق لكم من برا والداخل ما تجيكم من معجنه لازم النار تكون متوسطة ولازم نحركها مرة على مرة في الطاجي وهنا آه هذه هي تدبيره اللي حبيت نوريها لكم آه بعد ما يطيب المطلوع ديالنا راح نحط شويه تاع الزيت على آه المقله يعني ما نكتروش ل... ما نكتروش الزيت غير كيما نقليو البيض نخليها تسخن ونطيب كامل الاطراف تاع المطلوع ديالنا آه صدقوني بزاف هايله المطلوع عنده واحد البنه ما شاء الله اون بلوس آه تحمروا كامل الاطراف هايلين فوالا وهنا لاباط تاع الخفاف خملت راح نطيبها يعني وصفه الخفاف راهي في القناه عملتها لكم عده مرات في القناه فوالا نحط الزيت السخن ونقرص كامل كرايه تاع الخفاف فوق طاوله العمل نخليهم يرتاحوا شويه من بعد نبدا نطيبهم بهذا الشكل هنا بعد ما طابت المرقه راح نحط الكريات ديالي نخليهم حوالي دقيقه ولا زوج يعني جوست يتشمخوا ما نخليهمش حتى يطريبوا مليح باش ما يذوبوش كامل في المرقه يعني غير تبدا الغليه الاولى نطفي عليهم هاوليك خبز تاعنا واجد شهيتكم في الجنه يجي واش نقولكم لكم تقولوا رانا خدمناه بالفرينه وحدها يعني جا خفيف خفيف ما تامنوش يعني ما طلعوا عليه الكلام يعني خدمناه بالسميد خلطنا خلطناه له شويه تاع الفرينه بطريقه سهله يعني بطريقه تقليديه بدون عجن والسر اللي يخلي المطلوب ديالكم ناجح هو انكم تشمخوا العجينه وتخلوها ترتاح على الاقل نص ساعه باش تعجنوها المهم اليوم وريت لكم هذا الوصفه في الطاجين وكاش نهار لكم ايضا مطروع الكوشه تاع الحديد بزاف اخوات اللي, قا... اللي طلبوا مني وصفه تاع تعالى... مطروع ل... في الكوشه تاع الحديد اذا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم اللي نتمنى تكون عجبتكم وايضا وصفه العجيجه تاع جاوا بزاف هايلين ولا اروع نتمنى عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم آه اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم فيديو مع الاصدقاء نتلقاو في فيديو جديد عن قريب مع السلامة